إذا حابب تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يو7 باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم، ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم 5%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أرخص جيمر معكم اليوم بمقطع جديد، مقطع من نوع مختلف يا جماعة نوعا ما، ما بعدنا كثير يعني بتقدر تقول، ولكن هذا المقطع باكجات ورح نفتح باكجات للمتابعين. نزل باكج الحقيبة، فالصراحة في فكرة معينة ببالي، فكرة تشكيلة الباكجات ممكن أرجع لها بهي الطريقة. التحدي يا جماعة هذا بيضمن لك من اللاعبين تبع فريق السنة المرشحين، بيضمن لك من اللي هن الفيوتشر ستارز ومن الوينتر وايلد كاردز اللي هن فيهم ابراهيموفيتش وبوجبا وغيره. المهم انه بيضمن لك لاعب قوي، والتحدي اصلا ما بيكلف، فرح نفتح للمتابعين بهي الحلقه. وطبعا انا عم بعمل البثوث حاليا على نيمو تي في، فاذا حابين انكم تتابعوا البثوث بتلاقوا رابط حسابي بالديسكربشن، اعملوا لي فولو. اذا عندكم باكجات بنفتح لكم كمان، يعني ان شاء الله بتصير افتح كثير للمتابعين، سواء باكجات ايكون، باكجات حقيبه وغيره. فصراحه زبطنا الحظ للمتابعين، انا بعرف حظي سيء وحظ المتابعين، دائما انا بظبط المتابعين. فلا تنسوا اللايك بالبدايه والاشتراك بالقناة. طبعا بالنسبة لتشكيلة الباكجات ممكن نرجع لها بهي الطريقة، بحيث اني افتح للمتابعين واللاعبين اللي بيطلعوا للمتابعين بستخدمه انا بتشكيلتي وبنعمل تشكيلة الباكجات. صراحة الفكرة رهيبة، ممكن تكون ممكن انه نطبقها من الان، ما نستنى يعني لبعد تشكيلة الموسم. فاكتبوا لي رايكم بالتعليقات، ما بدنا نطول كثير بالمقدمات، حبيت بس اشرح لكم اللي راح يصير على السريع وخلونا نبدا. ماشي، خلينا نقول بسم الله يا رب يا كريم، ان شاء الله نجيب له حد عليه الكلام يا رب. فرنسي، فكرته مو أليساندريني، فكرته جندوزي. هذا منيح، هذا والله طاقته حلوة، بس كم سعره؟ كم سعره هاد؟ يا ساتر، مبروك والله، والله والله بداية حلوة. الباك أرخص من هيك بكثير. يلا يا رب، اي لاف فيفا مسمي حسابه، يعني زبطوا له الحظ يا شباب، مالكم شايفين الناس محتاجة لاعبين. نفس الحدث نفسه، فرنسي نفسه. والله حلو والله، ياهو لا يكون هذا الوحيد اللي موجود بكل الباكات، سعره غالي والله. ان شاء الله حاطت الاتحاد، خلص طالما حاطت الاتحاد راح يظبطوك يا ما عليه. كل اللي بعد عندهم حاطين شعار الاتحاد تلاقيهم تشكيلاتهم قويه هيك وما بيعطيك فوز. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا شباب اعطونا شيء غير عن هذاك الحدث، اعطونا حدث ثاني حلو. دامسغارد والله منيح، والله والله منيح. ده مسجد 89 ريت من سعر التحدي، يعني والله مو خسارة، أهم شيء ما هو أرخص من التحدي، طالما أغلى من التحدي فأنت تعتبر كسبان. هذا كله باكات آيكون؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله ما شاء الله، بس كله مالك الأول التشكيلة، الله يرزقنا بس. يلا يا رب يلا يا رب، هذا واضح حظه حساب، يعني حساب الحظ، حظ الحساب قوي، فاكيد انه راح يعطوه شيء قوي. بسم الله. هو من المرشحين. صلاح اول واحد فيهم، يا ساتر يا الحظ، والله اسطوري يا ساتر. ايه هذا الحظ، هذا يمكن اغلى لاعب ممكن انه يجيك بكلهم، قريب المليون سعره كان. او ماي جاد، فوق المليون صار، يا ساتر والله ممتاز. لاعب بمليون من باكج هيك ولا شيء ولا شيء يا رجل، يا دوب تدفع 50000 يطلع لك. قلت لكم الحظ بالحساب، وحظي طبعا بيفرق. لا ديست حرام يا اخي، او ماي جاد، لك ولا حرام ليه ترمي ديست ليه؟ هات هات ما عليك، خلص خليها عندي. بسم الله يا رب يا كريم، يا يسحب على اللعبة يا يرجع للعبة. ايطالي كيزا، اوه والله رهيب والله رهيب، يا ساتر والله ممتاز. لا كيزا فنان، انا يعني مبروك فعلا، هذا وافي ولا لاعب سيء للان، والله ولا لاعب سيء. يعني شنو قصدك يعني فاتح لي على ليفا انا بدي ادخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، والله مالي شايف حظ سيء بالباكج للان. مرشحين يا رب، فرنسي اسبيلي كويتو، كم سعره؟ لا لا ما بعرف كم سعره، بس لما شفت اسباني قلت لحالي واحد سيء. بسعر التحدي يعني مو شيء منيح، سعر التحدي ما مو خساره، بس ريت نوعا ما سعر التحدي ماشي، مو اسوء شيء. ما عليك ما عليك، عندي الحظ. طب تاكل انه يطلع لاعب اوكي. بسم الله يا رب، بلجيكي هازارد، اوكي هازارد. لا
اسطوري والله والله، هازارد خرافي. كم سعره، كم سعره هازارد؟ اوه والله منيح منيح والله، ماله سيء، اغلى من التحدي. جينولا مو مالك اول صح؟ ايزيبيا اوكي، بس جينولا ما بيطلع لحدا، عمري ما شفته طلع لحدا. اوكي طلع لحدا، بسم الله. ايوه سبيناتزولا. لا ماي جاد يا فلورنزي، والله هذا اسوأ واحد، هذا عن جد اسوأ واحد، هذا فعلا سيء. طيب بسم الله، بكش حقيبة كمان، هات لنشوف من حظ الحساب بيبان شو اللي راح يجي. هذا كيزا، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا اللي بعده. يا اخي اعطونا شيء غير الوينتر وايلد كاردز، إيه ما في غيرهم. انجليزي توانزيبي، والله ممتاز. انا شفت انجلترا تشائمت يا رجل. كم سعره توانزيبي؟ شغالين شغالين والله، مكسب والله، والله مكسب والله شباب. عنده باكج ميد او برايم، اوه هون باكج ايكون يا شباب، ميد او برايم يا رب يا كريم. ما بدنا يعني افتح الباكج ايه، هلا بتفصل السيرفرات عليه. اوكي يلا فتحنا فتحنا، بسم الله ان شاء الله يطلع له ايكون قوي، يا رب الشمعات تشتغل. اوه ماي جاد، اماني جفاينشتايجر بلاك الميد يا اخي، ليه ما اعطيته البرايم؟ والله عيب عليكم، والله ما بعرف منيح ولا لا. الميد الميد يعني مع شادو كم سعره بلاك؟ 200 والله توقعت بسعره بهالحدود، سيء يا اخي. هات اللي بعده، يلا يا رب يلا يا رب. هاي اللغه عربي، ممكن يكون جلتش، هذا ممكن يكون جلتش. اعطونا شيء غير من الوينتر وايلد كارد، دائما هذول. ديفيد، اوه ماي جاد سيء هذا صح، والله شكله سيء والله، والله هذا شكله سيء عن جد والله. ارخص من التحدي، اوه ماي جاد هذا سيء صح، يا ساتر. بتذكر كان ب 150 من كم يوم. خود عاد عنده ديفيد الاقوى كمان، اعطوه لاعب بالمره ما يستفيد منه، يعني طلع لك هذا. اه لا هذا هو شهري اللي بعده، هذا انا حاسس راح يطلع فيه. على فكره ما اجانا ولا واحد فيوتشر ستار للان، طلع لي مرشحين وطلع لي من هدنك فيوتشر ستار ما في، ليش؟ ايوه برتغالي سي اف، اه هي فيوتشر ستار. اه اوكي نايس، 90 سرعه، هذا غالي هذا، اوه فيزيكال 90. لا اجى دامز جارد صح صح مزبوط والله. كم سعرك يا ساتر؟ بلش الحظ السيء، تخيل بين صلاح قيمته مليون بين يطلع لك لاعب 25000 سعره. يلا بسم الله بسم الله، هات اللي بعده يا وحش، بسم الله. من اي حدث هاد؟ وايلد كارد بلجيكي، هازارد مرتانية، حلو حلو والله بينفعه هاد، والله ممتاز هازارد ممتاز حلو. لا والله الحظ ماله سيء بشكل عام، الحظ ماله سيء بالمرة بصراحة. انا اعمل لكم حظ المتابعين يعني بصراحة احسن من حظ حسابي، ما في حدا هيك بحظه سيء. بسم الله هات اللي بعده، يلا نشوف المتابعين يا شباب. وايلد كاردز طبعا، او لا امبلا فرنسي، والله هو غالب، ما بعرف اذا عنده هو محتاج حارس ولا لا. كم سعره؟ منينين؟ اغلى من التحدي والله، ماشي طالما اغلى من التحدي خلاص مبروك. طيب 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 هيك بدك اياها ها؟ ايه لما شو خليت يعني انت بل للناس؟ ماشي 400000 بالترقيات تمام، 16 راموس، 7 نفاس، مش عارف 4 دي ماريا. ايه طيب طيب يلا خلاص، انت تشكيلتك قوية مالك محتاج حدا. تونزيبي والله خرافي. والله تونزيبي ممتاز، هو مين عنده سي بي؟ والله والله تونزيبي خرافي يا اخي، قريب ال 200 هذا سعره. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هاي مدري اني لغه بس يلا. فيوتشر ستارز اسباني، هو فيرن توريس. اوه والله هذا الظهير الريت تبعه عالي، بس كم سعره؟ يا اخي شو عرفني انا اتش واي بي شو يعني؟
دايما الموسيقى. اوه وات سعر ريت ليه هيك سعر رخيص؟ معناه والله طاقته حلوه بس دوري بيض بالمره والجنسيه بيض اكثر. فكرته فيران توريس. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب جنسيه مثل الناس. مين هاد؟ مورينو. والله شكله بيض والله. او ماي جاد دفاع 79 حتى هون لحقني الاسبان بحسابات المتابعين لحقني. طيب هاتوا هاتوا لكم. اوه ماي جاد والله بيض بالمره بيض. هو مين ظهيره اصلا؟ مين ظهيرك؟ اكون يا ملك محتاجه يعني لهذا اصلا. يلا يلا بسم الله. بريشيا اف سي ايطالي يعني. خلاص طالما ايطاليا واحد ايطالي شباب. كيزا يا رب. برازيلي كم؟ اوه مورا والله خرافي. 600 ألف سعره والله ممتاز. اول شيء فكرت نيمار صراحة بس والله مورا اسطوري. يا ساتر يا ساتر. قد ايه سعره؟ 600 ألف. ليك معه 300 كوينز يا رجل. معه 25 بوين. استنى بس لحظة شوف تشكيلته بس هل هو محتاجه ولا؟ والله اوه ماي جاد تشكيلتك انجليزيه كمان. بالملي يا رجل جايك هذا. والله بالملي جايك. ليك النادي عنده فاضي مسكين. هيا شوف اول شيء ال في يعني اس تي او لا يعني ال دبليو ال في اي. والله ما ادري شباب. المهم يلا بسم الله نروح نفتح الباكج. ايوه اوه ماي جاد يا البيض. اوه ماي جاد يا البيض. لك حتى لو لك ليه ما عاد اجانا ولا حدا من المرشحين؟ والله مورا وصلاح وهذا والله فيه. معه 110 كوينز يعني مسكين حالته صعبه. بسم الله. ايوه هولندي ام بي. شو يعني ام بي؟ ويلكم يا جردان. وانا من الاول عدم اقول شو يعني ام بي. والله الصراحة ما بعرف شو اقول لك يعني. شوف معه 2000 كوينز حالته. شوف حالته مسكين حاطط شعار فرنسا. فانتوا فهموا يا اي اي اعطوه فرنسي لا تعطوه اسباني مشان ما نزعل من بعض. بسم الله يلا 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 يلا. بسم الله يا اخي ما في غيركم انتوا بالبكي. فرنسي اوه نفسه هذا الظهير. والله منيح حاطط شعار فرنسا اعطوك فرنسي. والله منيح. هذا غالي يا رجل صدمني سعره بصراحة. ما بعرف عاد هو محتاجه ولا لا بس سعر اللاعب حوالي 200 ألف يعني فوالله يعتبر ممتاز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نظبط المتابعين. يا رب يا كريم هات. اوه فيوتشر ستار يا رب. الظهير تبع ارسنال الغالي هذا صح؟ ويلكم. والله طاقاته حلوة هذا بس ما بعرف كم سعره. استنى نشوف سعره بعدين بنحكم. استنى نشوف كم سعره. هو مين عنده ظهير؟ عنده كانسيلو على اليسار. منيح ما اجى ظهير يسار. اوه من سعر التحدي بس يعني مو خسارة ولا مكسب. 90% من اللي جبناهم للناس اغلى من سعر التحدي للان بصراحة. هات اللي بعده يا رب يا كريم. يا رب يا رب يا رب يا كريم يا رب. فرنسي سي بي حلو حلو. ايه ليه هيك من غير صور؟ والله منيح هذا كمان غالي. والله الحظ منيح مع المتابعين شباب. التحدي كله ب 50 ألف. صرنا جايبين كثير لعيبه اغلى من التحدي. اوه لا روديجير مو المالك الاول صح؟ والله خرافي روديجير وحكيمي وفودين كمان مالك اول؟ لا شاري فودين. حط شعار برشلونه انسى عادي يعطوك شيء. حطيته مره والحظ انطفى. بس لا ان شاء الله ان شاء الله. يلا بسم الله ان شاء الله يا رب. بسم الله يلا يا رب. من المرشحين الماني جوريتسكا روديجير. والله اسطوري. لا ما بقى يمكن عنده روديجير ما بينباع. ما بعرف يمكن روديجير اللي عنده ما بينباع. هي مصيبه اذا روديجير اللي عنده ما بينباع. هي مشكله. ارجوك انه بينباع اللي عنده. انا شفت عنده روديجير. او ماي جاد لا يا اي اي ما بتعملوها يا جماعه. روديجير ليك قد سعره؟ سعره 700 ألف تقريبا. اوه ماي جاد ويجيك مكرر. الله ما بتعرف تفرح ولا تزعل. بسم الله ان شاء الله يطلع له حدا. فرنسي فرنسي نفسه الظهير يا نشبه.
والله هو منيح بس كل شوي طالع حاسس ما بيغيره بالباكج، بس هو منيح سعره اغلى من التحدي بالنهايه. ان شاء الله يعطوك لاعب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه فرنسي سي بي او تبع الدوري الالماني. يا اخي نفسهم اللعيبه عم يرجعوا يطلعوا كل شوي، ليه ما يعني الفرنسيين ما شفت بوجبا ولا شفت جندوزي، دائما هاد والظهير. يا رب يا كريم اخر باكج يا شباب. بسم الله يا رب. فرنسي صح؟ اسكتلندي. تيرني حلو والله، تيرني والله تيرني حلو، هاي اول مره بيجينا. اغلى من التحدي ما والله ممتاز، طالما اغلى من التحدي ممتاز والله انا شايف انه ممتاز. فشكرا لكم متابعه المقطع، هيك نقدر نوصل للنهايه. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه اذا ما كنتوا مشتركين، بدنا نوصل مقطعنا فوق ال 40000 لايك. اشتركوا بالقناه واكتبوا لي رايكم اذا ممكن نرجع لتشكيله الباكجات بهي الفكره. ظبطنا المتابعين، طلع كذا لاعب خرافي في منه اللي فوق المليون، ولكن الصراحه في لعيبه حسيتهم مو موجودين بالبره، يعني مثل بوجبا. كم فرنسي طلع لنا؟ ولا مره بوجبا، ما بعرف ليش بالمره بوجبا بتحسه مختفي. فان شاء الله يعني بالمرات الجايه بنضبط المتابعين زياده، ممكن نعمل باكجات ايكون. فتعالوا كلكم على البثوث بنيمو تي في تقريبا، ممكن بعد ساعه من الان يكون في بث، فاضغط الرابط بالدسكربشن واعمل لي فولو عشان يصلك اشعار اول ما نبدا بث. شكرا لكم جزيلا على المتابعه، وبس اللي كان عندي اليوم في امان. We'll be right back.